بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الماضية تعرفنا على شابتر Disorders of the Immune Response وتكلمنا عن Hypersensitivity Reaction وبالتحديد عن Type 1. اليوم إن شاء الله هنتعرف على Other Types من Hypersensitivity Reaction. The second type of Hypersensitivity Reactions is called Antibody Mediated Reaction. من الاسم بيعطيني Indication انه هذا النوع بيعتمد اعتماد كلي على وجود الانتيبادي. طيب اي نوع من الانتيبادز؟ لانه احنا في عنا 5 كلاسز من الانتيبادز. هذا النوع بيعتمد بشكل اساسي على وجود الاي جي ام والاي جي دي. اذا هذا بيعطيني انطباع عن عمليه الاوبسنايزيشن والكومبلمنت بروتينز، لانه لما شرحنا هذه المواضيع كان واضح انه الاي جي ام والاي جي دي بيلعب دور اساسي في عمليه الاوبسنايزيشن والاكتيفيشن اوف ذا كومبلمنت بروتينز. قبل ما نتكلم عن الميكانيزم للتايب 2 هنتعرف على الانتي جينز اللي بتعمل اكتيفيشن او بتعمل بايندينج للانتي بوديز. الان سؤالنا، هل الانتي جين اللي بيعمل اكتيفيشن للانتي بودي المسؤول عن التايب 2 هو نفس الانتي جين اللي كان يعمل لي البروتكتيف اميون ريسبونس؟ طبعا اكيد في عندي اختلاف، لانه أنا بتكلم عن unwanted immune response hypersensitivity. أنا ما بتكلم عن harmful antigen، أنا بتكلم عن harmless antigen. الآن نوع هذا الانتيجين اللي بيعمل activation لل IgG وال IgM هو إما إنه بكون intrinsic antigen or extrinsic antigen. إيش يعني intrinsic antigen؟ الانترنسيك انتيجين هو عبارة عن مولكيول أساسي في الهوست سيل، على الأغلب بيكون موجود على السيرفيس اوف ذا هوست سيل. هو عبارة عن مركب مكون أساسي مش جاي من الخارج. طب كيف صار انتيجين؟ أثناء تصنيع هذا المركب اللي قد ممكن يكون بروتين على سبيل المثال، أثناء التصنيع بيصير في عندي ميوتيشن في الجين اللي مسؤول عن تصنيع هذا البروتين، فبالتالي الاميون سيستم بيتعامل مع هذا المولكيول از فورين سبستانس. طبعا ليش تعامل معه از فورين سبستانس؟ لانه شكله تغير بفعل الميوتيشن، فبالتالي بيهاجمه. فصار هذا هو الانتيجين انترنسيك. النوع الثاني اكسترنسيك. اكسترنسيك يعني من الخارج. طب ايش هو اللي من الخارج؟ هل هو الانتيجين هو اللي من الخارج؟ اكيد لا. طب ايش اللي بصير؟ اللي بصير انه اثناء عمليه انفكشن او تعرض الجسم لفورين سبستانس ستيمولس راديشن دراجز اي شيء اي ستيمولس او اي انجريس ايجنت، هذا الباثوجين او الستيمولس ممكن يعمل ميوتيشن في بروتين معين او ميوتيشن في جين مسؤول عن تصنيع بروتين. فبالتالي لما يصنع هذا البروتين حيكون فيه خلل، مش حيكون بالشكل الطبيعي المتعارف عليه. فالآن الإميون سيستم بيتعرف على هذا الملكيول as foreign substance وبيكون دوره هنا as antigen. إذا extrinsic antigen ملوش علاقة في الباثوجين أو بالفورين سبستانس. الباثوجين أو الفورين سبستانس هو اللي حفز ظهور هذا الانتيجين على الـ surface of the host cell. بشكل عام يطلق على الانتيجين اللي بيرتبط في الانتيبادي اللي مسؤول عن التايب 2 reaction يطلق عليه tissue specific antigen. tissue specific antigen. الآن بدنا نتعرف على الميكانيزم. تايب 2 تعتمد على 4 mechanisms. يعني في عندي 4 ميكانيزمز بيتبعوا للتايب 2. طبعا بيختلفوا في الباث واي او في الميكانيزم، لكن كلهم بيشتركوا انه الاي جي ام او الاي جي دي هما المسؤولين عن كل نوع، لكن بطريقه مختلفه. نبدا بالنوع الاول. النوع الاول اي طبعا بيتبع للتايب 2، اسمه كومبلمنت اكتيفيتد cell destruction. يبقى انا بتكلم عن cell destruction. طب مين اللي عمل cell destruction؟ الكومبلمنت بروتينز.
إذا أكيد أنا بتكلم عن فاجوسيتوسيس أو عن الممبرين أتاك كومبلكس، لأن الكومبلمنت بروتين كان بيعمل لفاجوسيتوسيس من خلال السي 3 بي أو ممبرين أتاك كومبلكس من خلال السي 5 بي. هذا الكلام وضحنا. الآن إيش اللي بصير؟ طبعا عشان لما نشرح الميكانيزم نشرحه من خلال ديسيز. الإكزامبل على الكومبلمنت اكتيفيتد سيل ديستركشن ميس ماتش بلاد ترانسفيوجن، الناس اللي بيعملوا عملية نقل دم، لو إنسان نوع دمه مثلا على سبيل المثال A وأجاله دم AB، الآن بصير هذا اسمه ميس ماتش بلاد ترانسفيوجن، مباشرة بصير في عندي immune response. بتلاحظوا إنه الناس بصير عندهم حساسية وحكة، ممكن كمان يموتوا من هذا الفعل ميس ماتش بلاد ترانسفيوجن. ايش اللي بصير؟ اللي بصير تايب 2. ايش نوع؟ كومبلمنت اكتيفيتد سيل ديستركشن، هذا النوع المثال الاول. المثال الثاني هيموليتيك انيميا، يعني تكسير نقص في الـ في الـ في الهيموجلوبين بفعل التكسير الريد بلاد سيلز. طب ايش نوع الهيموليتيك انيميا؟ في عندنا اكثر من نوع من الهيموليتيك انيميا، نوع اوتو اميون هيموليتيك انيميا. ايش يعني اوتو اميون؟ يعني الجسم بيتعرف على الريد بلاد سيلز از فورين سبستانسز، فبالتالي الاميون سيستم وبالتحديد الماكروفاجز بتكسر الريد بلاد سيلز، فبالتالي صار في عندي هيموليتيك انيميا. لكن ايش نوعها؟ اوتو اميون. الان ايش الميكانيزم اللي بصير فيه التايب 2؟ ايه كومبلمنت اكتيفيتد سيل ديستركشن. راح نتكلم عن الاوتو اميون هيموليتيك انيميا ونشرحها كميكانيزم، لكن ما ينطبق على الاوتو اميون هيموليتيك انيميا ينطبق على المس ماتش بلاد ترانسفيوجن او على اي مثال اخر. فقط انا ذكرت هنا مثالين. الان نيجي على الفيجر اللي امامنا اللي بصير كالتالي، انه نتيجه خلل في تصنيع البروتينز الموجوده على السيرفيس تبع الريد بلاد سيلز عند شخص ما، او نتيجه انه انسان بيتعرض لاكس فاكتور صار في خلل في بعض البروتينات اللي موجودة على السيرفيس تبع الريد بلاد سيلز، فبالتالي الاميون سيستم بيتعرف على هذا المولكيول از فورين سبستانسز، فهذا صار اسمه تيشو سبيسيفيك انتيجين. مباشرة الاي جي ام او الاي جي دي بيرتبط في هذا البروتين، لان هي الريد بلاد سيل، مباشرة شايفين وين الانتي بادي ارتبط؟ هذا اللي هو الاي جي ام او الاي جي دي، هذا الانتي بادي ارتبط على السيرفيس تبع مين؟ تبع الريد بلاد سيلز. ايش راح يعمل؟ ممكن يعمل شغلتين، مباشره يعمل اوبسنايزيشن، لانه الاي جي ام والاي جي دي بيعمل اوبسنايزيشن بروسيس. بعد هيك انسوا الشكل هذا الاصفر، احنا نتكلم عن الانتي بادي. الان بعد ما يعمل اوبسنايزيشن، طبعا الانتي بادي اللي موجود على الريد بلاد سيل راح يكون له ريسبتور وين موجود؟ موجود على الفاجوسايت، على الماكروفاجز. فبيرتبط الانتي بادي اللي موجود على الريد بلاد سيل في الريسبتور الموجود على الماكروفاج، طبعا اسمه اف سي ريسبتور، مباشره بيعمل اكتيفيشن لمين؟ للماكروفاج، فبالتالي بيعمل فاجوسايتوسيس. هاي طريقه، هاي ميكانيزم. الميكانيزم الثاني، ممكن هذا الانتي بادي اللي ارتبط على الريد بلاد سيل لانه شاف مولكيول مش طبيعي، بعد ما يرتبط الاي جي ام او الاي جي دي على السيرفيس تبع الريد بلاد سيل، ايش بيعمل؟ بيعمل اكتيفيشن للكومبلمنت بروتينز اللي وين موجوده؟ موجوده في السيركوليشن. النتيجه السي 3 هينقسم الى سي 3 اي والسي 3 بي. بما انه انا بتكلم عن فاجوسيتوسيس، اذا اللي هيشتغل عندي مسار مين؟ مسار السي 3 بي. السي 3 بي تعمل اوبسنايزيشن، هي السي 3 بي، هذا المثلث هو السي 3 بي، بيعمل اوبسنايزيشن على الريد بلاد سيل، وبعد هيك بيرتبط من خلال سي 3 بي ريسبتور على الماكروفاجز وبيعملها اكتيفيشن، فبالتالي هيعمل فاجوسيتوسيس. طيب ممكن كمان السي 3 بي يعمل اكتيفيشن للسي 5، والسي 5 حيعطيني سي 5 بي، والسي 5 بي حيرتبط في الكومبلمنت 6 و7 و8 و9 ويعمل الممبرين اتاك كومبلكس،
وهذا راح يرتبط في الممبرين، راح يرتبط في الـ في السيرفس تبع الريد بلاد سيلز، وايش يعمل؟ ويعمل بورز، فبالتالي حيزود او يعمل خلل في البيرميابيليتي تبعت الريد بلاد سيلز، واللي حينتج عنها ديستركشن لهذه الخليه. هذا هو الكومبلمنت اكتيفيتد سيل ديستركشن. يعني كان انا عدت شرحت كيف بتصير عمليه الاوبسونيزيشن، وكيف بصير او عمليه الفاجوسايتوسيس والممبرين اتاك كومبلكس في الكومبلمنت بروتين او في الكومبلمنت سيستم. هذا هو الميكانيزم اوف اكشن. The second mechanism of type 2 reaction is called antibody dependent cell cytotoxicity ADCC. الخلايا المسؤولة عن هذا الميكانيزم بشكل أساسي هي الـ NK cells اللي بتعمل expression للـ CD16. CD16 هو عبارة عن receptor بيكون موجود بشكل أساسي على خلايا الـ NK cells. طبعاً في بعض الخلايا الأخرى اللي بتعمل expression للـ CD16 مثل الماكروفاجز. إذن الخلايا المسؤولة عن الـ ADCC هي الـ NK cells، وممكن أيضاً تعملها الماكروفاجز. مثالنا على هذا النوع من التايب 2 رياكشن بنفيغاس فيلجاريس، هو عباره عن اوتو اميون ديزيز. بنفيغاس فيلجاريس اوتو اميون ديزيز بصيب السكن والميوكاس ميمبرينز، السكن والميوكاس ميمبرينز. راح نتكلم عن الميكانيزم اوف انتي بادي ديبندنت سيل سايتوتوكسيسيتي اللي بتتبع للتايب 2 من خلال شرحنا لهذا الديزيز. طبعا في البداية في عنا، إذا فاكرين لما أخذنا بالسيل بيولوجي، في عنا نوع من أنواع الجنكشن اسمها أنكورينج جنكشن. حكينا في عنا جنكشن بين الخلايا بتعمل كوميونيكيشن بين الخلايا، موجودة في السكن بشكل أساسي، موجودة في السكن. المسؤولة عن تصنيع هذه الجنكشن عبارة عن بروتينات اسمها ديسموزوم، اسمها ديسموزومز إذا فاكرين هذا الكلام. الآن في هذا الديسيز بصير في عنا ميوتيشن في تصنيع الديسموزومز، فبالتالي الجسم بيتعرف على هذه البروتينات اللي هي الديسموزومز على شكل فورين سبستانسز، وبيصنع لها انتيبادي، وبالتحديد الاي جي دي. بالتحديد الاي جي دي، لانه احنا قلنا التايب 2 اللي بيتحكم فيه انتيبادي اما اي جي دي واما اي جي ام. الان في موضوع النوع الثاني الانتيبادي ديبندنت سيل سايتوتوكسيستي اللي بتحكم هو او المسؤول هو الاي جي دي، فبالتالي بيرتبط الاي جي دي، هي اذا شايفين هذا اسمه الاي جي دي، بروح بيرتبط في مركبات الديسموزومز اللي موجوده بتوين السكن سيلز، تمام؟ فبالتالي بيرتبط هذا الانتيجين الديسموزوم مع الانتيبادي الاي جي دي. الان في عندي خلايا الانكي سيلز، هذه بشكل اساسي بتعمل اكسبريشن لمركبات لريسبتورز اسمه السي دي 16، هذا هو السي دي 16. طبعا السي دي 16 مباشره بيرتبط او بيتعرف على الاي جي دي اللي مرتبط مع مين؟ مع الديسموزومز. فبالتالي ايش النتيجه؟ راح يعمل اكتيفيشن للانكي سيلز، واحنا قلنا الانكي سيلز لما تصير لها اكتيفيشن بتفرز مين؟ بتفرز البيرفورين، وبتفرز الجرينزيمز اللي راح يعملوا بورز اند لايسز لمين؟ للتارجت سيل اللي هي الديسموزومز، او الخلايا المرتبطه بالديسموزومز، لان الديسموزومز هذه جنكشن بتوين تو سيلز، فبالتالي الخلايا الموجوده او المرتبطه بالديسموزومز من الطرفين راح يصيرها لايسز بفعل البرفورين والجرينزيمز من خلال عمليه الابوبتوزز. انا بتكلم الان هنا عن ابوبتوزز، ما بتكلم عن فاجوسايتوسيس. وهذا هو الشكل او هذه السيمبتومز تبعت الديزيز البنفيغاس فيلجاريس. هذا هو الميكانيزم اوف اكشن للاي دي سي سي. The third mechanism of type 2 reaction is called complement and antibody mediated inflammation. اذا نتكلم عن inflammation اساسها او اللي بيقوم فيها الانتيبوديز والكومبلمنت بروتينز. الانتيبوديز هي الاي جي ام والاي جي دي، اما الكومبلمنت بروتينز فهي السي 3 اي والسي 5 اي. طبعا كميكانيزم شرحناه بالتفصيل لما تكلمنا عن الكومبلمنت بروتينز، وراح نعيده الان من خلال هذا السلايد. اكزامبلز على هذا النوع
هي الريجكشن اوف اورجان جرافت اللي هو طرد الاعضاء المزروعه. كلنا بنسمع في ناس في مرضى بيعملوا زراعه لاعضاء معينه، وفي بعض الحالات انه الجسم ما بيقبل هذه الاعضاء. طبعا ليش ما بيقبلها؟ بسبب الكومبلمنت اند انتي بادي ميديتد انفلاميشن بروسيس. المثال الاخر اسمه جود باستشر سيندروم. جود باستشر سيندروم هو عباره عن انفلاميشن بتصير في البيزمنت ممبرين اللي موجود في الكدني وفي اللنج. الان الميكانيزم للكومبلمنت اند انتي بادي ميديتد انفلاميشن نفس الشيء، سواء كان في الريجكشن اوف اورجان جرافت اور في الجود باستشر سيندروم. راح نتكلم عن الريجكشن اوف اورجان جرافت من خلال هذا الفيجر. الان نفرض انه في عندي انسان صار عنده كرونيك رينال فيلر، وراح يعني فشل في الكليتين، ولازم انه يعمل عمليه زراعه كدني. طبعا بدنا نفترض انه هذه هي الكدني، هذا هو السيل ممبرين الخاص في الكدني. الان لو في توافق بين الاورجان وبين الاميون سيستم تبع الهوست ما في عندنا اي مشكله، لكن لو كان في عندي عدم توافق الاميون سيستم للهوست للمريض راح يتعامل مع الاورجان الجديد اللي هو الكدني از فورين اورجان، وراح يطرده من خلال عمليه الكومبلمنت اند انتي بادي ميديتد انفلاميشن. ايش اللي حيصير؟ الان السيل ممبرين لهذا الاورجان في عليه بروتينز، اي سيل ممبرين فيه بروتينز. اللي بصير كالتالي انه البروتينز اللي موجوده على السيل ممبرين راح يرتبط فيها الانتي بادي الاي جي ام والاي جي دي. الارتباط راح يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت بروتينز، وهذا الكلام وضحناه، قلنا الكومبلمنت بروتينز بصير لها اكتيفيشن من خلال الانتي باديز. طبعا الاكتيفيشن ايش راح يعمل؟ راح يكون لي السي 3 اي والسي 3 بي. السي 3 بي راح يعمل اكتيفيشن للسي 5 وحيعطيني السي 5 اي والسي 5 بي. الان السي 3 اي والسي 5 اي هما المسؤولين عن الانفلاميشن بروسيس. طبعا كيف هذا الكلام بصير؟ انهم بيشتغلوا از كيمو كاينز. ايش حيعملوا؟ كيمو تاكسز، حيعملوا اتراكشن لمين؟ لاهم خلايا في الانفلاميشن اللي هي النيتروفيل. حتنتقل النيتروفيل من السيركوليشن الى السايت اوف انفلاميشن، يعني السايت اوف برودكشن للكيمو كاينز. طب وين السايت اوف برودكشن للكيمو كاينز؟ هو السيل ممبرين الخاص في الاورجان. مباشرة حتيجي النيتروفيل، طبعا عليها ريسبتورز، حتيجي على الاورجان، حتلاحظ انه في عندي انتي باديز اي جي ام او الاي جي دي مرتبطين في البروتينز اللي موجودين على السيل ممبرين لهذا الاورجان. بعد هيك حيصير عندي انتر اكشن بتوين النيتروفيل وبتوين الانتي بادي. هذا حيعمل اكتيفيشن للنيتروفيل، وحتعمل سكريشن للسيتوكاينز اللي موجوده بداخلها، وهذا راح يعمل لي انفلاميشن بروسيس، راح يعمل الانفلاميشن بروسيس. اذا هذا هو الميكانيزم للكومبلمنت اند انتي بادي ميديتد انفلاميشن. The fourth mechanism of type 2 reaction is called antibody mediated cellular dysfunction. نتكلم عن الديسفانكشن، يعني ما في انفلاميشن او ديستركشن. الشغله الثانيه بنتكلم عن الانتي باديز، يعني ما في عندي كومبلمنت بروتينز، فقط الاي جي ام والاي جي دي. Examples، اخترنا two examples، واحد بيتكلم عن الانكريزنج في الفانكشن والاخر بيتكلم عن الديكريزنج اوف ذا فانكشن. الجريفز ديسيز ميستينيا جريفز، هنتكلم عن كل ديسيز على حدة من خلال الميكانيزم. نبدأ في الجريفز ديسيز، هو عبارة عن اوتو اميون ديسيز بيتميز بالهايبر تيروديزم. هايبر تيروديزم يعني increasing of thyroid hormones T3 والT4. الآن بشكل عام تيرويد جلاند أو التيرويد هي المسؤولة عن secretion of thyroid hormones من خلال ارتباط الـ TSH اللي هو عبارة عن الثيرويد ستيمولاتينج هرمون في ريسبتور موجود على الثيرويد إبيثيليال سيل. النتيجة secretion of the thyroid hormone، هذا بشكل طبيعي، لكن في عندي homeostasis يعني في عندي اتزان في السكريشن. الآن في الجريفز ديسيز الجسم بيتعامل مع ريسبتور الخاصة في الـ TSH، مش الـ TSH لا، بيتعامل مع ريسبتور of the TSH. هذا ريسبتور بيتعامل معاه as foreign substance، فبالتالي بيصنع له انتي بادي هو الاي جي ام اور الاي جي دي.
الآن ارتباط الـ IgM أو الـ IgD في الريسبتور الخاص في الـ TSH راح يعمل اكتيفيشن للـ TSH ريسبتور، فبالتالي هيعمل اكتيفيشن للـ Thyroid Epithelial Cell، النتيجة More Secretion of Thyroid Hormone. طب ليش More Secretion؟ لأنه الـ Antibody راح يكون موجود باستمرار، فبالتالي Hyperthyroidism. هذا هو الـ Graves' Disease. الآن علاج المشكلة هذه إيش؟ علاجها Anti-Thyroid Drug، أدوية بتقلل من السكريشن اوف ذا تيرويد هرمون. الدواء اسمه ميتيمازول، هتعرف عليه فارما 3 إن شاء الله، ودواء اسمه بروبايل ثيويوراسيل. طبعا فقط أعرفوا الأسماء. هذه أدوية بتقلل من السكريشن اوف تيرويد هرمون، فبالتالي بتعالج مشكلة الهايبر تيرويدزم الناتجة من هذا الديسيز. هذا المثال الأول. ميستينيا جريفز هو برضو عبارة عن autoimmune disease، بصيب الماسكولار جانكشن، بصيب الماسكولار جانكشن. أنا بتكلم عن autoimmune disease بتواجد أو بيحدث في السكيليتال مصل. الآن كلنا بنعرف إنه الكونتراكشن بصير من خلال السكيليتال مصل من خلال نيكوتينيك ريسبتور موجودة في الجانكشن، بيرتبط فيها الأسيتايل كولين. ارتباط الأسيتايل كولين في الريسبتور بيعمل opening للشانل الخاصة في الصوديوم، فبالتالي بفوت الصوديوم وبيعمل ريليز للكالسيوم داخل الخلية، فبيعمل كونتراكشن في السكريتال مصل، فبالتالي كونتراكشن ريلاكسيشن، لأنه الارتباط مش هيكون بشكل مستمر. طبعا الأستايل كولين، أنا بتكلم عن الأستايل كولين، بتكلم عن عملية بشكل طبيعي. الأستايل كولين بيرتبط في النيكوتينيك ريسبتور كونتراكشن، فك الارتباط ريلاكسيشن، كونتراكشن أند ريلاكسيشن. في عندي بالانس في هذا الموضوع. الآن في الميستينيا جريفز اللي بصير كالتالي، إنه الجسم بيتعامل مع النيكوتينيك ريسبتور اللي موجودة في الجنكشن في النيوروماسكولار جنكشن، بيتعامل معها as foreign substances، فبالتالي بيفرز لها أنتيبادي اللي هو الاي جي ام والاي جي دي. ارتباط الأنتيبادي الاي جي ام والاي جي دي في ريسبتور النيكوتينيك ريسبتور ما بيعمل اكتيفيشن للريسبتور، هنا عمل اكتيفيشن ارتباط الانتيبادي مع الـ TSH ريسبتور. لكن ارتباط الانتيبادي الـ IgM والـ IgD في النيكوتينيك ريسبتور ما بيعمل اكتيفيشن للنيكوتينيك ريسبتور. هذا واحد. اثنين، ما بيسمح للأسيتايل كولين انه يرتبط في النيكوتينيك ريسبتور. إذن ايش النتيجة؟ ما دام ما فيش عندي اكتيفيشن للنيكوتينيك ريسبتور، وما دام ما في عندي ارتباط الأسيتايل كولين في النيكوتينيك ريسبتور، النتيجة مش هيكون في عندي opening للصوديوم channel، مش هيكون في عندي release للكالسيوم، فبالتالي مش هيكون في عندي contraction، مش هيكون في عندي contraction. عشان هيك المرضى اللي بيعانوا من الميستينيا جريفز بيكونوا بيعانوا من ايش؟ من paralysis، من ارتخاء في العضلة، شلل في العضلة، ارتخاء في العضلة، يعني عندي complete relaxation. الآن كيف بتتم علاج المشكلة هاد؟ علاجها من خلال كولينستريز انهيبيتورز، النيوستجمين أو الكورتيكوستيرويد. طبعا مش هنشرح الآن ليش نستخدم هذا الدراج، هذا إن شاء الله بالفارماكولوجي، أعتقد فارما واحد الفصل القادم إن شاء الله. لكن تعرفوا أنه علاج المشكلة هاد هو نيوستجمين أو كورتيكوستيرويد. هذا بالنسبة لتايب 2 رياكشن. ننتقل الآن للتايب 3. النوع الثالث من الهايبر سنسيفيتي رياكشنز هو الاميون كومبلكس ميدييتد رياكشن. المين ريسبونس في هذا الرياكشن هي عمليه الانفلاميشن، لكن الميكانيزم اوف انفلاميشن في هذا الرياكشن بيختلف عن الميكانيزم اللي صار في تايب 2 في الرياكشن التايب 2. الان هذا الرياكشن بيعتمد بشكل اساسي على الفورميشن اوف كومبلكس. طب الكومبلكس كيف بتكون، او بين مين ومين بتكون الكومبلكس؟ الكومبلكس بيتكون نتيجة الانتراكشن بتوين الانتيبادي وهو الاي جي دي، فقط الاي جي دي، وبين الانتيجين. الانتراكشن بتوين الانتيبادي والانتيجين بيتكون كومبلكس. هذا الكومبلكس بكون انسوليوبل كومبلكس، وبصير له عملية ديبوزيشن، اي انه بيترسب في التيشو، بيترسب في التيشو. طبعا قبل ما نبدا في الميكانيزم هنتعرف على انواع التايب 3 رياكشن. طبعا في عندنا 2 تايبس من الرياكشن، ممكن يكون جينيرالايزد او سيستميك رياكشن،
هذا النوع الأول. النوع الثاني بكون localized، بكون localized. الآن لما نتكلم عن generalized بشكل عام، نتكلم عن complex تكون between الانتيجين والانتيبادي، وهذا الكومبلكس بصير له بريسيبيتيشن او ديبوزيشن في اكثر من اورجان، مثل الكدني، ممكن اللنج، ممكن الجوينت، وممكن البلد فيزلز بشكل عام. هذا جنرالايزد، يعني صار له بريسيبيتيشن او ديبوزيشن للكومبلكس في اكثر من اورجان، فبالتالي المانيفستيشنز لهذا الرياكشن حتكون في اكثر من اورجان ات ذا سيم تايم. النوع الثاني لوكالايزد، localized يعني local، يعني بكون بصير عمل deposition للcomplex في specific target، وعلى الأغلب بكون للskin، وعلى الأغلب بكون للskin عشان يكسب منها localized. الآن الميكانيزم of type 3 reaction سواء كان generalized أو localized هو نفس الميكانيزم، هو نفس الميكانيزم، وراح نتكلم عنه من خلال هذا الفيجر. طبعا عشان تكون الأمور واضحة، راح نتعرف بالأول على examples وبعدين نشرح الميكانيزم. طب قبل ما نتكلم عن examples، بدنا نشوف الانتيبادي والانتيجين involved في هذا الرياكشن. الآن الانتيبادي المسؤول عن هذا الرياكشن هو فقط الـ IgD. IgD طبعا هنا صار في اختلاف بين الأول والثاني والثالث، الأول IgE، الثاني IgD والـ IgM، أما الثالث فهو الـ IgD. هذا بالنسبة للأنتيبادي. طب الأنتيجينز، طبعا الأنتيجينز مش هتكون harmful أنتيجينز، اتفقنا إحنا على هذا الموضوع. ممكن تكون الأنتيجينز عبارة عن بروتين صار لها mutation أثناء عملية السينتسيز، زي لما نتكلم عن systemic lupus erythematosus، مرض الدئبة الحمراء. ممكن يكون طبعا نفس الشيء في الريماتويد ارترايتس، اوتوميون ريماتويد ارترايتس. طبعا الريماتويد ارترايتس الى طبعا اكثر من نوع، واحد من هذه الانواع هو الاوتوميون. ممكن يكون السيرم سيكنس، السيرم سيكنس بنتكلم عن تايب 3 رياكشن عند الناس اللي بيحتاجوا نقل سيرم، ممكن يصير ميس ماتش وبالتالي بينتج عنه تايب 3. لكن لو كان عندي ميس ماتش في الجروب وفي بلاد بكون تايب 2، هذا كلام وضحنا. ممكن يكون من خلال دراجز زي السلفا دراجز، السلفا دراجز الناس اللي عندهم اليرجي من السلفا دراجز بينتج من خلال التايب 3، او ممكن من خلال الانسكت فينوم اللي هي سم الحشرات. في بعض الناس لما يقرصوا من حشره معينه بيصير عندهم اليرجي، هذا الاليرجي بكون نتيجه التايب 3. تايب 3 طبعا ممكن يكون من خلال الفاكسين، في بعض الناس لما يطعموا بصير عندهم اليرجي مكان التطعيم، وهذا بنسميه ارتوس رياكشن. ارتوس رياكشن نسبة للعالم اللي اكتشف الموضوع هذا، هو العالم اسمه ارتوس، ارتوس رياكشن. طبعا واضح من الكلام انه السيستميك لوبس والاوتو اميون ريموتويد ارترايتس والسيرم سيكنس عبارة عن جنرالايزد او سيستميك، أما الأرتوس رياكشن فهو عبارة عن localized، لأنه بينتج أثناء عملية الفاكسينيشن، وكلكم بتعرفوا أنه الفاكسينيشن بتكون إما subcutaneous أو intradermal، فبالتالي بتكلم عن السكن. الآن هاي عرفنا الأنواع وقسمناهم، نبدأ في الميكانيزم. الميكانيزم سواء كان في عندي mutation، سواء كان في عندي من سيرم أو من دراج أو من فاكسين، اللي حيصير كالتالي، إنه سواء لو كان سيرم، لو كان دراج، لو كان إنسكت فينم، لو كان فاكسين، فأنا بتكلم عن أنتيجين. هذا الأنتيجين وين موجود الآن؟ موجود وصل السيركوليشن، وصل السيركوليشن، لازم يصل السيركوليشن. الآن في السيركوليشن بكون في عندي أنتيبادي، الأنتيبادي هو الـ IgD، النتيجة interaction between الـ antibody and الـ antigen، وراح يتكون في الحالة هذه في النوع هذا التايب 3 راح يتكون كومبلكس، راح يتكون كومبلكس، وهذا الكومبلكس ايش ماله؟ انسوليوبل. الآن هذا الكومبلكس مباشرة راح يصير له، لأنه هو انسوليوبل يعني حجمه حيتقل، مباشرة حيعمل حيصير له ايه؟ حيصير له ديبوزيشن أو بريسيبيتيشن. وين حيترسب؟ حيترسب بشكل أساسي في البلاد فيزلز وول أو في الفاسكولار وول. هيترستب في الفاسكولار وول بشكل اساسي، وممكن يترستب في الجوينت، وممكن يترستب في الجوينت.
طبعا اكيد لو ترسخ في الجوينت انا بتكلم عن اوتو اميون ريماتويد ارترايتس. الان بعد ما يترسب في الجوينت او يترسب في الفاسكولار وول راح يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم. اذا عمليه الاكتيفيشن للكومبلمنت سيستم بتتم بعد عمليه الديبوزيشن اوف ذا انتي بودي انتي جين كومبلكس. طبعا بعد ما يصير عندي ديبوزيشن حيصير عندي اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم، واللي حيصير عمليه الناتج الاكتيفيشن هو الفورميشن اوف سي 3 اي. بما انه انا بتكلم عن انفلاميشن حيتكون ايضا السي 5 اي. اذا السي 3 اي والسي 5 اي راح يعملوا از كيموكاين، وبعد هيك حيعملوا كيموتاكسيز لمين؟ لخلايا النيتروفيل، واللي حتنتقل للسايت اوف بريسيبيتيشن، واللي حتعمل حيصير لها اكتيفيشن وسكريشن اوف السيتوكاينز اللي راح تعمل لها عمليه الانفلاميشن. وهي واضح عمليه انفلاميشن تشينج في البيرميابيلتي، طلعوا الاندوثيليال، هذه الاندوثيليال. الان نتيجه عمليه الكونتراكشن في الاندوثيليال صار في عندي سبيس، صار في عندي سبيس تشينج في البيرميابيلتي للبلاد فيزلز، صار في عندي ليكج للفلويد اند بروتينز. يبقى انا بتكلم عن انفلاميشن، وقد ينتج عن عملية الانفلاميشن في التايب 3 نيكروسز، لكن النيكروسز اللي بتصير بتكون أكثر في اللوكالايزد، بتكون أكثر في اللوكالايزد زي الأرتوس رياكشن، وبتكون أقل في باقي في الجنرال في الجنرالايزد زي الأوتو أميون ريموثويد أرترايتس والسيرم سيكنس. النيكروسز بتكون أكثر في عملية في الأرتوس رياكشن أو اللوكالايزد تايب 2 رياكشن. هذا بشكل عام هو الميكانيزم للتايب 3. طبعا العلاج بما انه انا بتكلم عن انفلاميشن وبتكلم عن ميدياتورز، ممكن تعالج المشكله هذه بالانتي هيستامينز، بالنن ستيرويد الانتي انفلاماتوري، ووضحنا هذا الكلام ليش، بالكورتيزون وضحنا ليش بصير هذا الكلام لانه انا بتكلم عن انفلاميشن، او في الابنفرين لانه الابنفرين هو عباره عن الفيسيولوجيكال انتي دوت للهيستامين، الفيسيولوجيكال انتي دوت للهيستامين. هذا هو الميكانيزم. الان لو هنلاحظ بس في فوتوز للسيمبتومز اللي بتصيب الناس اللي عندهم هذه الامراض. الصوره الاولى اللي امامنا بتوضح السيمبتومز لتايب 3 رياكشن، وبالتحديد للسيستميك لوبس اريثماتوسيس مرض الذئبه الحمراء. واضح شكل الانفلاميشن في منطقه الوجه. الصوره الثانيه بتوضح السيمبتومز للسيرم سيكنس عند طفل، ممكن يكون يحتاج الى نقل سيرم وكان في ميس ماتش، او ممكن يكون الطفل تعرض لقرصه انسكت والاهل ما انتبهوا لهذا الموضوع، وهذا الموضوع خطير جدا، وبالذات لو كان في عندنا قرصه انسكت بالليل لانه الاهل اكيد مش راح ينتبهوا، وهذا ممكن يؤدي الى الوفاه لو ما تم العلاج بشكل سريع. الصوره الثالثه بتوضح السيمبتومز لا الارتوس رياكشن، هذا هو اللوكالايزد. واضح انا بتكلم عن اللوكالايزد، هنا في فرق بين الشكل الاول والثاني والثالث، هو لوكالايزد. هذا بصير كثير عند عمليه الفاكسينيشن، واكيد في ناس تعرضوا لهذا الشيء. طبعا الموضوع مش خطير، اكثر شيء ممكن نشوفه عند الناس اللي بيعملوا بياخذوا فاكسين للتيتانوس او الدفتيريا. طبعا عمليه النكروسز في الارتوس رياكشن بتكون واضحة أكثر من النكروسيز اللي بكون في السيستميك. النكروسيز اللي بكون في اللوكالايزد بكون أكثر من النكروسيز اللي بكون في السيستميك تايب. هذا بشكل عام هو التايب 3 رياكشن. التايب 4 من الهايبر سنسيفيتي رياكشنز هو السيل ميدييتد رياكشن. واضح من الاسم انه في فرق بين التايب 4 والاذر تايبس اوف رياكشن، لانه الاذر تايبس كانت بتعتمد على وجود الانتي بوديز، اما التايب 4 فواضح انه بيعتمد على وجود السيلز بشكل اساسي، عشان هيك سموه سيل ميدييتد رياكشن. تفاصيل وميكانيزم هذا الرياكشن مشروحه بالكتاب بشكل واضح. طبعا انتم مطالبين تدرسوا هذا الموضوع من الكتاب، واي سؤال محتاجينه انا راح اجاوبه ان شاء الله. يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله.